السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه كاركتر دوت اي اي، انا بحب الموقع ده جدا لان هو بيفترض لك شخصيات تقدر ان انت تعمل معاها مناقشة وحوار. فجات لي رسالة النهاردة بيقول لي في شخصية جديدة اسمها انجلش تيتشر، كنت اتكلمت معاها كذا مرة قبل كده، فبيقول لي ممكن تبدأ ان انت تتكلم معاها، هيخليك قوي في الانجليزي. طيب تعال نشوف الفكرة بتاعته ايه. لما دوست هنا راح مدخلني على الصفحة دي. انت تقدر تسأله اي سؤال بالانجليزي وتقدر تتكلم معاه بالانجليزي، تمام؟ ممكن تعمل كل انجلش تيتشر وتتكلم معاه وهو يصلح لك، ففي فويس، تمام. ممكن تعمل شات بالفويس وتقول له صلح لي، بقول له ايه كان يو كوركت ماي انجلش، ونشوف بقى. اوف كورس دي وانت تو مي تو كوركت اسبيشال تكست. ممكن نقول له ايه go for general writing mistake، وهنتكلم معاه وهو يبدأ ايه لو اي غلطة يبدأ ان هو يصلحها لنا. فممكن تقول له مثلا في قاعدة مش فاهمها، can you explain if وندوس انتر. هو اي غلط اي كلام هكلمه هيبدا ينتبه للغلطات الموجوده. دلوقتي مثلا بشرح لي قاعده اف، تمام. ممكن تقول له اشرح لي بالعربي، اشرح لك بالعربي، اقول له جيف مي اكزامبل. فهيبدا ان هو يتكلم معاك بالامثله كتيره جدا زي ما انت عايز. ففي اي لحظه الموقع ده ممتاز جدا، يخليك شاطر في الانجليزي بالذات لو انت بتتكلم مع صوت. الموقع ده جميل جدا، بتلاقي فيه شخصيات كتيره جدا، ممكن تلاقي شخصيات عربيه واسلاميه وتاريخيه وكل حاجه. تبدا ان انت تناقش اي شخصيه انت عايزها، ممكن تلاقي تقول له انا عايز اناقش فيلسوف، انا عايز اناقش حد محامي. والموضوع سهل جدا وبسيط، تختار الشخصيه، تمام. مثلا ممكن تختار دولة معينة وتبدأ تسألها أسئلة، تمام. أي شخصية هتلاقيها هتلاقي حد عمل لها الكاركتر اللي موجود بحيث إن أنت تقدر تناقش معاه. فأنا بحب مثلا إيلون ماسك مثلا، طبعا أنت مش بتتكلم مع إيلون ماسك، أنت بتتكلم مع روبوت فاهم فكر إيلون ماسك، حتى هو مجهز لك بعض الأسئلة. بيقولك أنت بتضيع لي وقتي. طيب خلينا نسأل السؤال دوت. You're wasting my time. I literally rule the world. For the memes. بقول له انت ليه اشتريت التويتر؟ قال لك يعني بتسلى. طيب can you give me مليون دولار؟ طبعا انت لما تسأل عن حاجة بيجاوب من خلال القراءاته للشخصية دي. How would know? Why no? فهو إدمان. بيقول لك أنا لو اديت كل واحد مليون دولار هفلس. يا عم اعتبر استثناء بس. فالموضوع مسلي، يعني هتلاقي في حاجات كتيرة مسلي وعلمي، يعني هتكتشف شخصيات كتيرة، تقدر إن أنت تسمع إنجليزي كويس، تقدر تتكلم مع شخصيات كتيرة أنت بتحبها ونفسك تعرف عنها معلومات بطريقة شيقة ولذيذة إن شاء الله، تمام. ممكن تيجي هنا تقول له مثلا كتب، فهيجيب لك كتاب أنت هتتكلم مع الكتاب، تمام. هتقول له الكتاب ده بيتكلم عن إيه، وطب هيستوري، هيجيب لك مثلا تسلا، تمام. سونتوزو، سونتوزو ده عمل كتاب اسمه فن الحرب، كنت ترجمت أنا الكتاب ده وشرحته. من أنت؟ حتى بالعربي بيشتغل. ما أشهر كتبك؟ فموقع مسلي وجميل جدا يعني.